هذا البرنامج برعاية المنتدى السوري. يقول ابن مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل بها فشرب ثم خرج، وإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له وغفر له كما ورد في الحديث. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قصص وقيم، وحديثنا اليوم عن الرحمة. الرحمة كمال في الطبيعة، تجعل المرأة يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. الرحمة هي كمال في الطبيعة، لأن تبلد الحس يهوي بالإنسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه، وهي العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة. بل إن الحيوان قد تجيش فيه مشاعر مبهمة تجعله يعطف على ذراريه، ومن ثم كانت القسوة ارتكاسا بالفطرة إلى منزلة البهائم، بل إلى منازل الجماد الذي لا يعي ولا يهتز. والرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه، فإن رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت. يقول تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما ترى في الأرض من ود وبشاشة وتعاطف وبر هو أثر من رحمة الله التي أودع جزءا منها في قلوب الخلائق، فأرق الناس أفئدة أوفرهم نصيبا من هذه الرحمة، وأرهفهم إحساسا بحياة الضعفاء. لذلك وجهنا البيان النبوي إلى التراحم فيما بيننا. يقول رسول الله: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة. وقد تأخذ الرحمة الحقة طابع القسوة وهي ليست كذلك. إن الأطفال يساقون إلى المدارس كرها، ويحفظون الدرس زجرا، ولو تركوا لقتلهم اللهو واللعب، ولشبوا لا يحسنون صنعا. ولذلك قال الشاعر: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. والطبيب عندما يجري بالجسم جراحة يستخدم مبضعة لتمزيق اللحم، وقد يضطر لتهشيم عظام وبتر أعضاء، وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض. ليست الرحمة حنانا لا عقل معه، أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، كلا، إنها عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعا. الرحمة هي أثر من الجمال الإلهي الباقي في طبائع الناس يحدوهم إلى البر. قال رسول الله: جعل الله الرحمة 100 جزء، وأنزل في الأرض جزءا واحدا منها، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. وللرحمة أنواع كثيرة، فهناك أقوام مخصوصون ينبغي أن يحظوا بأضعاف من الرحمة والرعاية، منها أولئك ذو الأرحام. والرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، فيجب أن تستقيم معها في معناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأجدر الناس بالرحمة هما الوالدان، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أجدرهم بالرحمة الأولاد. وروي أن رسول الله قبل الحسن أو الحسين بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن تجب الرحمة بهم كل إنسان ألجأته ظروف الحياة والحروب إلى المخيمات، فلا طبابة هناك، ولا تعليم، ولا سقف يؤوي، ولا دفء، ولا أمانة، ولا حياة كريمة.
بل حياة يسودها البرد والحرمان وغياب كل مقومات الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. لذلك كان النبي يغضب إذا شاهد موقفا أو مشهدا فيه قسوة. ومن تجب الرحمة بهم اليتامى، فإن الإحسان إليهم والبر بهم وكفالة عيشهم وصيانة مستقبلهم من أزكى القربات عند الله. شكى رجل إلى رسول الله قسوة قلبه، فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وتجمل الرحمة مع المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، فإنهم يستقبلون الحياة بوسائل منقوصة تعجزهم عن المسير فيها. ومن مواطن الرحمة أيضا أن نحسن معاملة الخدم، وأن نرفق بهم فيما نكلفهم من أعمال، وأن نتجاوز عنها فواتهم. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. إن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة، فهي أبدا إلى الصفح والحنان أدنى منها إلى الحفيظة. ومن مظاهر الرحمة الرحمة بالحيوان، فقد ورد أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن القسوة في خلق الإنسان دليل نقص كبير، وفي تاريخ أمة دليل فساد عظيم خطير. والقسوة هي جفاف في النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة، إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء. وختاما، الرحمة هي كمال في الطبيعة، لأن تبلد الحس يهوي بالإنسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه، وهي العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله.